وعشان كده كان من اكتر الحاجات اللي بتستخدمها النفس الاماره بالسوء جمله من الخرافات حاجات كده الانسان يحس ان هي كانها قوانين في الكون اول قانون كان بتعمله النفس وده خرافه احضار الماضي ان هي تقدر تعيد الماضي مره تانية الخرافه الثانيه خرافه التناسخ ان انا اقدر انسخ وكاني انا بايديا كان انا جاي الدنيا ده عشان اصنع بشر اصنع بشر يعني ايه اخلي ده زي ما انا زي اخلي جوزي زي بابايا واخلي مراتي زي زي امي وزي ابني زي ما انا كنت عايز وافضل افك واركب في البني ادمين عشان ايه؟ عشان أعرب من المشاعر هي مشاعر الاحباط اللي حصلت لي او الخذلان اللي حصل لي او الرفض وابدا ابدا بني ادمين زي ما في خرافه تانية اسمها خرافه سلطان المشاعر بقى ان الانسان يعيش على انه مركب شوية مجسات عنده وعنده مجموعة من المشاعر وهي اللي ليها السلطان عليه والمشاعر تقول له اعمل كده اعمل كده ما تعملش كده ما تعملش كده زي سلطان مشاعر الغضب انا اعمل ايه انا 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 طبيعتي كده يا جماعة طبيعتي ان انا عصب لازم تعرفوا ان المشاعر لها سلطان ما انا ما اقدرش امنع نفسي من من الحزن الاسود انتوا ايه مش من ادمين مشاعر ما اقدرش اتحكم فيها خرافة تانية إن المشاعر ترى إن الناس شايفة مشاعرك فتبقى حاسس كأنك عريان قصاد الناس وده مش حقيقي على فكرة ما حدش بيتعرى بسبب شعوره هو حاسس بيه إحنا اللي بنعري نفسنا الخرافة الخامسة خرافة عدم المسؤولية عن المشاعر وأنا مالي اللي يزعل يزعل أنا قلت اللي عندي اللي يزعل اللي يزعل واللي يحصل له يحصل له مع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في مدرسه الكلمة الطيبة صدقة وعلي... اللي هي متاخدة من مدرسة ايه وقولوا للناس حسنى أنا... ويبقى الانسان بيقول دايما انا مش مسؤول عن مشاعري لكن في الحقيقة انت مسؤول عن مشاعرك اما انك ما تجيش ت... إن... إن... انك ما تعملش حاجة تانية تأذي الناس وانك تمنع كمان الناس من ان تتأذى وتسيطر على مشاعرك وده نص التكليف الحديث الشريف لم... لا تغضب فانت مسؤول عن مشاعرك مسؤول عن مشاعرك هي ما تعملش منتج مؤذي للناس الخرافة السادسة خرافة المشاعر كلها صادقة يا نهار أبيض بقى لما تتعامل مع شخص حساس أو شخص بيرفكشنست مش بس دول لما تتعامل مع شخص مصدق في هذه الخرافة إن أي مشاعر بيقولك يبقى مشاعر مشاعر صادقة وخلي بالكم إحنا بنفرق كتير ما بين إن أنا أقدر مشاعرك وإن المشاعر لها سلطان فلازم نعرف ده مش كل شعور بيجي لك بيبقى صادق ولا كل شعور بيجي لك كاذب كل المشاعر دي بتتحط على معايير الاتزان فالاخبار اللي هي محل الصدق والكذب تنفع تبقى صادقه وتنفع تبقى كاذبه وكذلك المشاعر تنفع تبقى صادقه وتبقى كاذبه الخرافه السابعه هي خرافه ان المشاعر حقيقيه وانا عايش عشان احقق عشان احقق المشاعر دي وهي دي نقطه انطلاق في الحياه ان انا احقق مشاعري لما احس بان فلان ده مش مريح اجري لغايه ما اثبت ان هو مش مريح لما احس ان فلان ده غدار وانا شعرت شعرت بالغدر من غير ما يغدر بيا. افضل امشي امشي لغايه ما اكد للناس انه غدار. طب ما ده مش حلو. عشان اكون انسان مش لازم تكون المشاعر هي اللي ليها السلطان. اللي بيخليكي انسان هي هي القيم. الخرافه الثامنه خرافه انكار اثار المشاعر على غيرنا. ايه اللي حاصل؟ المشاعر بتدمن واول حاجه بندمنها هي الانكار. ننكر. فتبقى بتكسر خاطر الناس ومهزق الراجل ومخليه حاسس بانه هو الا وحاسس ان هو ملوش حد وحاسس ان هو يا عيني متدمر وقلبه مليان بالحزن والكسره وانت بتقول ايه؟ انا ماليش دعوه و... وانا ما خدتش بالي وهو بيتاذي دي من الحقيقه؟ طب هو إيه لو عمل معاك كده هتحصل ايه؟ لا ما يقدرش يعمل معايا كده اصل انا انسان واضح اه بس هو تاذى من اللي انت بتعمله فانت بتاذيهم لانهم بيحاولوا طول الوقت انهم يقولوا ليك احنا جنبك ومع ذلك انت بتاذيهم لكن انت مش شايف حد غير نفسك وانك انت بتتاذي من الناس ومش قادر تشوف انك كمان بتاذي الناس اللي حواليك وعشان كده واحده واحده بعد ما عرفنا الخرافات الثمانيه دي وعشان نخرج من الخرافات دي كلها ونتخلص من سلطان المشاعر وبعيد الكلام في فرق ما بين ان انا اقدر مشاعر حد اقدر حزنه اقدر وجعه اقدر خوفه وان انا سلم له ان الشعور دوت هو اللي مسيطر عليه هنعمل ايه مع كلام حضره النبي لما قال لي الست اصبري يا امراه انما الصبر عند الصدمه الاولى هو عارف انها مصدومه بس قال لها اصبري عشان المشاعر ما يبقى سلطان عليكي يبقى احنا مش ما ينفعش ان احنا نبقى وساره لاحزاننا لازم نعرف وظيفه المشاعر في حياتنا وده مش هيكون لما نعرف ان المشاعر دي عوامل مساعده لفهم دروس الحياه مش على ان هي اللي بترسم لنا حياتنا لا بتساعدنا ان احنا نشوف الحياة بشكل صحيح والمشاعر كمان ممكن تكون محفزات للتفاعل الانسان مع الناس والاحداث وليها وظيفة مهمة وان هي بتخلينا نستثمر اللي فينا من عطايا ربانية وقدرات ومهارات وقيم واخلاق ورحمة وعفو وسعادة ونكتر كمان منها نكتر من القيم ونقدر نعيش بيها لو استثمرنا مع مشاعرنا فيها ولذلك حد ينكر ان رسول الله كان اكمل انسان بس هو ما كانش تحت سلطان المشاعر كان تحت سلطان القيم حتى لما بكى على ابن سيدنا ابراهيم قالوا يا رسول لا تبكي قال نعم انما هي رحمه